مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقات سومو تصحو مع الدكتوره كريمه عبد استشاريه تغذيه وخبيره التغذيه علاجيه واستشاريه سلامه وصحه مهنيه وايضا استشاريه ارشاد اسري اهلا وسهلا فيك دكتوره اهلا جميل. دكتور جمال اه لا. ايه ايه مالك؟ رمضان النوم اللوم. <applause> لا يا, اخ يا دكتور أه. يا. لا 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 ده انت نايم خالص يا دكتور هتنيمني كده <applause> <applause> خلي بالك احنا كده دلوقتي في وقت النوم بتاعنا <applause> <applause> ايوه صح يعني بس بس احنا متلككين عن النوم دلوقتي <applause> بس بتعرفي انت برمضان بتخربط نومنا كتير اكيد اه طبعا مشاكل طبيعه الشهر هو طبيعه الشهر و... و... واحنا طبعا كل حاجه بنتعامل معاها بشكل عشوائي يعني وقت ما نحب ننام بننام وقت ما نحب نصحى نصحى يجي علينا رمضان بالمنظر ده طبعا الدنيا كلها بتتخربط بلغتكم. صحيح. تفضل احنا معك يا دكتوره. بسم الله الرحمن الرحيم. أه وصيام جديد ويوم جديد ولقاء جديد معاكم اتمنى يا رب ان الايام اللي فاتت نكون قدرنا حتى ننفذ ولو جزء بسيط من الحاجات اللي بنقولها أه احنا بنحاول يا جماعه مع بعض ان احنا أه نفيد ونستفيد يعني احنا عايزين نطلع برمضان مختلف مش عايزين نطلع برمضان زي السنه اللي فاتت حقيقه السنه اللي فاتت الناس كلها تسعه في الميه من الناس طلعت من رمضان رهيبه زايده وزن وزايده امراض وزايده حاجات كتير جدا القعده والحظر والصيام وقاعدين بقى فاضيين هنعمل ايه هنقعد ناكل عايزين رمضان السنه دي يبقى رمضان مختلف بكل المقاييس احنا كل يوم بنتناول عاده من العادات او حاجه من لوازم الصيام ولوازم رمضان من المؤثرات اللي بتاثر علينا وعلى صحتنا وبنحاول ان احنا نبسطها في ابسط صوره لينا ونطلع منها بفايده النهارده هنتكلم عن بما ان الدكتور جمال نايم جدا بقى فلازم نتكلم النهارده عن النوم في رمضان النوم والصيام ايه علاقه النوم بالصيام ما احنا النوم ده ما احنا بننام كل يوم هو في يوم ما بننامش لا احنا رمضان مع انه شهر عبادات ويقول لك شهر رمضان ده عدو النوم احنا لازم ننتبه شويه لصحتنا فيه لان النوم ده حاجه ضروريه جدا ومهمه جدا عشان تحافظ على صحه نفسيه وحيويه وجسديه متزنه لان فعلا لما بيحصل ان احنا ما بننامش وما بننامش النوم الصح جسمنا بيتلخبط كل العوامل الفسيولوجيه والهرمونيه والحيويه في جسمك بتتلخبط نتيجه ان احنا بنبدا صيام طول اليوم طبعا بنبدا نتناول الاكل بعد غروب الشمس فده بيدي الجسم النشاط والحيويه بيبدا الجسم الفتره اللي مفروض خلاص هو بيتاهل على انه يرتاح وينام هو لا ده بيبدا بقى النشاط الاجهزه كلها غصب عنك هتشتغل محدش يعني كل واحد الجهاز الهضمي، الجهاز الدوري، الجهاز الكلى كله عايز يشتغل وكل جهاز عايز يشوف شغله، فغصب عننا ان الفتره بتاعه الليل وبتاعه بعد غروب الشمس ودخول الظلام اصبحت فتره نشاط جسدي وليس فتره سكون، احنا بنقول في الايام العاديه يعني بعد الساعه 8 وقف اكل. طب احنا بنبدا اكل على الساعه 8 يعني على المغرب بعد المغرب بنبدا اكل فجسمك بيبدا نشاط وبيبدا عملياته الحيويه طب نعمل ايه اللي بيحصل ان احنا عمليه قطع النوم والاستيقاظ انا باكل شويه وبلاقي نفسي عايزه انام ممكن انام واقوم قبل عشان اصلي العشاء بعدين ارجع انام واقوم عشان اتسحر وارجع انام واقوم للفجر عمليه كل ده بيلخبط الساعة البيولوجية بتاعت الجسم فطبعا اللي بيحصل انك بتقوم بالنهار ان كان عندك دوام ولا عندك شغل ولا دراسة ولا, ولا اي حاجة بتبقى يعني في حالة نفسية وعصبية سيئة جدا متوتر الان ذاكرتك مش مظبوطة بيبقى فيه اضطراب في الذاكرة بيبقى فيه ارهاق وبيبقى فيها زيان وما انتش قادر يعني عارف اللي يكلمك تقول له الله يكرمك بص بقى انا صايم ما تكلمنيش دلوقتي طب انت راجل مدير و... و... ومانجمنت وعايز تاخد تمانج المؤسسه بتاعتك ولا تعمل فيها ما حدش بصوا بقى بلاش الكلام ده كله في رمضان مش ممكن يا جماعه مش ممكن ان احنا هنقضي 30 يوم موقفين الحياه بتاعتنا موقفين شغلنا موقفين دراستنا الامتحانات معظمها كلها جايه في رمضان يعني شهر رمضان هيبقى كله امتحانات فهل هنوقف الحياه عشان احنا صايمين؟ هو المشكله مش الصيام زي ما قلنا قبل كده ان المشكله ان انا ممكن ما اشربش ميه يادي معايا المشاكل، ممكن اكون باكل سكريات كتير يادي معايا المشاكل، لكن الصيام بريء براءه الذئب من دم ابن يعقوب من اي حاجه صيام هرجع اقولها تاني الصيام للصحه. الصيام ما بيسببش اي هذيان، اللي بيسبب الهذيان اختلال الجسم، اختلال الوظائف الحيويه اللي بتتم في الجسم. اللي بيحصل ان بيحصل اختلال في نظام الهرمونات وخاصه هرمون الميلاتونين اللي ده ما بيفرزش الا بالليل وانت نايم وفي اوضه ضلمه وفي مكان مظلم. وهرمون الميلاتونين دوت له تاثير جامد جدا على صحتنا وعلى حياتنا آه كمان عمليه اضطرابات النوم بتعلي هرمون الكورتيزول هرمون الكورتيزول لما بيعلى بيعمل اضطراب في هرمون الانسولين اللي احنا لسه متكلمين عنه فكلها احنا الجسم نظام هرموني ماشي متتابع مع بعضه ده بيسلم ده وده بيسلم ده فكل العم... اي اختلال في اي منظومه من المنظومات اللي بيقوم بها الجسم بتؤثر على غيرها مش عليها هي لوحدها يعني عمليه ان انا ما نمش ده بياثر على على عمليه الهضم بياثر على عمليه الاخراج بياثر على عمليه التنفس بياثر على الدوره الدمويه بالتالي بحس بصداع وخمول وكسل واضطرابات وتوتر وعدم تركيز وكل الحاجات اللي هي بتخليني غير طبيعي طب ندخل في الموضوع على طول نعمل ايه عشان نضبط الكلام ده هي يعني نحاول بشويه تركيز ان انا اضبط يومي انا بعد ما ارجع من عملي آه، كنت برجع طبعا قبل المغرب بفتره، احاول انام ساعه لا يزيد عن ساعه، ساعه واحده انامها بعد الرجوع من الدوام بتاعي. الساعه دي هتبقى تعتبر كانها قيلوله، هتفرق معايا جدا وما قطرش عنها لان لو قطرت عنها هتاثر على صهري بالليل. هي بس هتديني شويه باور ان انا لما افطر ابقى عندي شويه نشاط. ادي الساعه دي، بعد المغرب ما حاولش انام. استنى واصلي العشاء. بعد لما اصلي العشاء والتراويح ممكن انام ساعتين او ثلاث ساعات. اقوم قبل الفجر بساعتين، اقوم اقرا فيهم قران، اعمل فيهم صلاه قيام ليل، اعمل احضر وجبه السحور على بال ما اتسحر اخد كميه كافيه، يبقى انا عندي فتره ممكن ان انا اشرب فيها ميه زي ما قلنا امبارح. عشان برضو ما نعرضش جسمنا لاي اضطرابات يبقى انا الف... بقسم يومي كده ساعه بعد ما ارجع من الشغل آه... ساعتين او ثلاثه بعد صلاه العشاء واقوم قبل الفجر بساعتين يبقى وقت كافي اقدر اسحر اقدر اصلي اقدر اعمل كل اللي انا عايزه اصلي الفجر واقول الاذكار بتاعتي وبعد كده احاول انام ساعتين قبل ما اروح شغلي على بال ما بيدن الفجر بيبقى في بينه وبين مواعيد العمل حوالي ساعتين، ممكن انام الساعتين دول. انا هجمع لي ست ساعات احاول ان انا اجمع لي خلال اليوم ست ساعات دولت هيعملوا انضباط شويه، لكن ان انا اواصل الليل كله صحية وافضل نايمه بالنهار مش كل الناس بتشتغل يعني في ناس شغلها اعمال حره فبيوقف شغله في رمضان خالص. بيقول لك لا انا ما بقدرش اشتغل في رمضان، بيوقف حياته ياخد النهار كله نوم ويسهر الليل كله، كل ده يا جماعه بيؤدي الى تاثير جامد جدا على صحتنا وتاثير على نظام الهضم، تاثير على هرمون الكورتيزول اللي ارتفاعه بيؤدي للسمنه. يوم ما كورتيزولك يبقى عالي هتبص تلاقي نفسك اعصابك متوتره هيؤدي في النهايه للسمنه يبقى علاوه عن الاكل اللي مش مظبوط لا كمان النوم اللي مش مظبوط بيؤدي معايا للسمنه وبيؤدي معايا للاضطرابات النفسيه والعصبيه أه ما تحاولش ان انت تقلب ليلك نهار ونهارك ليل أه لان الفايده من الصيام ان انا ابقى صايم وممارس حياتي وبنفع الناس والناس بتنتفع بيا وانا بنتفع بيهم مش الفايده من الصيام ان انا طول وقت الصيام ابقى نايمه ده كده واقول بحقق الست ساعات لا انا مش عايزه الست ساعات والدنيا نهار انا عايزه الخمس ست ساعات يبقوا في وقت الليل عشان تفرز الهرمونات يفرز الجروس هرمون يبدا الجسم يظبط يبدا يعيد تاني تشكيل خلاياه وتشكيل حالته ويرجع يستعيد نشاطه بمنتهى البساطة أقلل من المشروبات المنبهة بالليل القهوة والنسكافيه والشاي أقلل منهم عشان ما يخلوني السهران طول الليل أحاول أشرب قبل النوم حاجات مهدئة ينسون نعناع من الحاجات المهدئة دي والمرطبة للجسم أحاول أن تبقى حياتي متوازنة ما بين العمل وما بين النوم وما بين الصحيان وما بين العبادة وعشان يبقى رمضان جميل ويبقى رمضان بصحة وعافية عليكم إن شاء الله ويا رب آه نطلع من رمضان آه بفوائد هو ده اللي احنا كتير ناس كتير ناس بيسهروا برمضان عشان العبادة ولكن الأكثر بيسهروا عشان الأكل وهي المشكلة كمان بصير في زيادة في كميات الأكل اللي بناكلها آه. وبنضرب الطين بلة زي ما بيحكوا ما هو طول ما انت سهران باب التلاجه مفتوح صح بيونسك ما ينفعش تسهر لوحدك لازم بتسهر التلاجه معاك وده العداء ده في رمضان او غير رمضان يعني احنا الناس اللي بتقلب ليلها نهار دي هي في النهايه بتؤدي للسمنه واحنا لما بندرس الاسباب النفسيه للسمنه بنلاقي من اول الاسباب للسمنه سهر بالليل يعني عشان تعمل دايت لواحد وتقول له ازبط جسمك يعني نام لازم تنام بالليل لازم تنام والدنيا ظلمه وجعلنا لكم الليل لباسا فيعني ربنا سبحانه وتعالى نتبع احنا شهر عباده وتقرب الى الله نحاول نتبع تعليم ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا يعني يفيدنا من هذا الشهر والله خلق هذا الشهر وربنا جعله عشان العظات وعشان العبر وليس للاكل وليس للراحه آه احنا بندي بس للجسم الحاجه اللي تقدر تشغله اللي تقدر تخليه متزن عشان ما اصبحش بالنهار اطلع عين موظفيني واقول اصل انا صايم معلش ما تاخذونيش صايم ايه ما انت بتبوظ صيامك هو الصيام قال لك اتنرفز ولا قال لك اتعصب الصيام قال لك خليك هادي عشان تبقى هادي هنرجع نحط المكونات على بعضها ابطل سكر اشرب ميه كويس انام كويس واكل طبعا صح وان شاء الله نلتقي في معلومه جديده ويوم جديد ارجو لكم الفائده باذن الله ونخرج من رمضان بصحه طيبه وبمزاج رايق واعصاب هاديه وجسم رشيق وجميل اشوفكم بكره انا دكتوره تصبحوا على خير على <applause> خير